والنهارده هنحكي لكم قصه ثلاث اسر مصريه كانت تعيش في السودان بسبب دراسه ابنائها في المدارس السودانيه، واللي كان على مدى 15 يوم معاناه تقطعت بيهم السبل، استغلت بعض شركات النقل الازمه في السودان، رفعت قيمه التذاكر. خلينا نفهم حصل لهم ايه وازاي قدروا ان هم يخرجوا من السودان ويصلوا الى الحدود المصرية. علي الدين عبد المحسن الطالب بتالتة ثانوي سوداني. علي مساء الخير. مساء النور، زي حضرتك؟ الحمد لله على سلامتك أولا وعلى العيلة. الله يسلمك. كلمني أولا، أنتم موجودين في السودان ليه يا علي، ومين اللي موجود معاك في السودان من عيلتك؟ أنا كنت موجود زي ما حضرتك يعني عارفة إن كل البيوت المصرية يعني بتحب إن أولادها يخشوا كليات قمة وكده، فانا كانوا اهلي خايفين مثلا انا اطلع بعيد عنهم 6 أو 7 سنين بره، فهم ودوني السودان قالوا سنه واحده يعني مش هتضر او كده يعني، بحيث بس ان انت امي كانت تاخد معايا. ثانوية عامة فتقدر تدخل جامعة كويسة. اه في طيب مصر مين معاك من العيلة يا علي؟ كان معايا امي واخويا الصغير. ايه بقى القصة، حصل ايه لما اندلعت الاشتباكات، واحكي لي الحكاية. احنا كنا حضرتك ساكنين في ام درمان بين مبنى الاذاعه واللي هو الكليه الحربيه، نعم. فكنا وسط الضرب يعني. ايه اللي حصل فاحنا بقى اول يوم ضرب، احكي لي عن اول يوم ضرب. احنا اول يوم ضرب صحينا على هز الارض من كتر ضرب الدبابات والطيارات والحاجات دي، فالدواليب وقعت عندينا، وكنا قاعدين في الصاله وكانت الدنيا ملعاكه يعني. عندنا الدور اللي فوقينا ده من اول يوم ضرب لغايه اخر يوم ضرب تقريبا اتخرم خالص. كنتوا بتخرجوا من البيت عشان تجيبوا اكل وشرب ولا اي حاجة يا علي؟ كنا احيانا بنخرج، انا يعني مره اساسا نزلت وجري ورايا يعني. ايه اللي حصل بقى، امتى قررتوا ان انتوا لازم تمشوا؟ كان اللي هو تاني يوم عيد، لان حرفيا تاني يوم عيد ده كان جنبنا كام بيت دول ضربوهم اتحرقوا خالص، وفي صيدليه تحتينا كده قدام البيت دخل فيها دانا وما انفجرتش، والدور اللي فوقينا طبعا دخل فيه رصاص كتير، فاحنا قلنا فقررتوا خلاص بقى كده يعني لازم. مش هنقدر نستحمل ان احنا نقعد في البيت. طيب قلتوا هتفكرتوا تمشوا ازاي يا علي؟ احنا كان ساعتها ما كانش لسه فيه اجلاء عن طريق ارجين او او اجلاء قسطل. ايوه ما كان، لا كان فيه اجلاء عن طريق اللي هو حلفا وبورت السودان، لكن ما كانش عن طريق مطارات التانية. طيب فعملتوا ايه بقى، يعني دي دي ده بري ولا هتطلعوا ازاي؟ تبري هو كان علي طب معلش. انا ممكن اسمع والدتك لو والدتك عندها تفاصيل اكتر. طيب تمام. السلام عليكم. مدام اماني مساء الخير. مساء النور حضرتك. احكي لي بقى، انت دلوقتي معاكي ولدين، الولد الكبير وولد صغير، مظبوط؟ ولد الصغير. طبعا عايزه اقول لحضرتك هي كانت ماساه من بدايه الحرب. طبعا ما فيش من يوم 15، يعني احنا صحينا يوم السبت على الارض بتتهز فعليا، وصوت طبعا ضرب ما كنتيش بتسمعيه غير في الافلام والمسلسلات، يعني المنوعات اساسا على حاجه بعد الشر، الحمد لله ربنا عافينا يعني. امتى قررتي انك لازم اخد الولاد؟ كلمتي جوز حضرتك او اهلك في مصر؟ طبعا اولا هقول لحضرتك على حاجه، احنا كنا مقررين من اول يوم الضرب ان احنا ننزل، ولكن اتمنعنا بسبب انقطاع الطرق، يعني الكباري كلها كانت مقفله، كان الضرب محتد جدا وما كانش فيه هدنه. واخد بال حضرتك؟ بس فطبعا كان ما ينفعش ان انا اخاطر بالاولاد وننزل. طبعا. وطبعا يعني اساسا ما فيش كوبري تقدري تعدي عليه وتخرجي. وطب لو حبيتي مثلا تفكري انك انت تخرجي بري، فانت لازم بتمشي عن طريق اللي هو الشماليه اللي كان فيها اصلا الضرب كله. فما كنتش هتقدري تجسي ان الاتوبيس بتاعك اتعرض للقصف مثلا. طيب فكنت بتحاولي تقولي طيب طيران، فهبط وقتي ان بالك ده المطارين ضرب ومحتجزين ومعرفش ايه. يعني عارفه حاجه كده غير منطقيه تماما، واساسا يعني حتى في الدول الكبرى ما كانش بيحصل فيها الكلام ده. طب فكلمتي مين؟ كلمتي كلمت مصر؟ بقى زوجي طبعا، وقلت له ان احنا اساسا دلوقتي الاسعار بتاعه التذاكر كانت في حدود، انا هقولها لحضرتك يعني بالاسعار السودانيه والاسعار المصريه والدولار وانت تحودي. الاسعار المصريه في حوالي يعني 600 جنيه مصر او 700 جنيه مصر في الوقت ده. طيب وبعدين طبعا بالسوداني كانت 16000 جنيه. تمام. بعد كده فوجئنا ان هي بقت 100000 جنيه سوداني، اللي هي تعادل 200 دولار للتذكره الواحده.
ده بري حضرتك، ده اتوبيس حضرتك، مش بنتكلم في طيارات. كان الفلوس دي معاكي؟ لا طبعا ما كانتش معانا، بس انا كان معايا مثلا سلسله، كان معايا غويشه، معايا حلق، ف يعني قلت اتصرف فيهم. طبعا مين بقى في الوقت ده اللي هيشتري منك ذهب اصلا؟ مفيش. الدولار اصلا اللي كان بحوالي 70,000 في الوقت ده يعني بقى يبدلوه ب 40,000 يعني استغلالا للوضع. فيعني عارفه حتى الفلوس اللي معاكي ما عادش ليها قيمه، يعني عارفه الدولارات اللي معاكي سواء معاكي 600 دولار 700 دولار ما عادش ليهم قيمه اصلا اصلا، لانه مش لاقي حد يحولهم لك لفلوس. فما عرفتوش تحجزوا تذاكر، ما فيش فلوس نحجز تذاكر. فاحنا قلنا ان زوجي ينزل اسوان ايه يروح يدفع للشركه السودانيه هنا واحنا نركب من هناك، ودي تمام. عملناها قبل كده كذا مره يعني عادي تمام. لا هناك بقى رفضوا بعد ما نزلنا فعليا وبعد تاكيد الحجز، يعني عايز اقول لحضرتك ان ده هو ايه، ده حجز بري مش كده مدام اماني؟ ايوه حجز. ده حجز عن طريق شركات اتوبيس اللي هي معروفه، بلاش نقول ونعمل اعلانات تمام. بس فطبعا احنا دلوقتي زوجي ادى 35,000 جنيه و200 يعني 35,200 جنيه وداهم للشركه وقبلتهم واخدتهم فعليا دي عشان ثلاث تذاكر بس، ومعرفوش يحولوها. لا مش معرفوش يحولوها، الشركه اللي في السودان رفضت قالت لك لا انا ماليش دعوه بالفلوس المصريه، انا عايزه كاش. هي نفس الشركه راح قال لك لا. بعد ما قلنا حضرتك طبعا كمان عايزه اقول لحضرتك الاستغلال، ان انا اخرج من بيتي لقيت كده ميكروباص متهالك يعني رضا ياخدنا ب 90,000 جنيه سوداني اللي هي ب 180 دولار. طيب عملتي حضرتك مسافه ربع ساعه يعني عملتوا ايه بقى؟ الاستغلال وصل لايه؟ عملتوا ايه بقى علشان رحنا قندهار وبسرعه بقى ساعتها كنا ايه يعني ما فيش بقى خلاص ابتدت التذاكر بتزيد بحد جنوني، وصلت التذكره الواحده ل 1,100 دولار. فطبعا هم كانوا رافضين تماما ان حد يدفع اي حاجه غير الفلوس اللي هم طالبينها. حتى اي حتى الدولار مش جبتي الفلوس منين يا مدام اماني؟ عايزه اقول لحضرتك ما جبناش ما معناش الفلوس دي. فاضطرينا ان احنا نقعد يومين في المعبر، سوري مش في المعبر انا اسفه في الموقف، على اساس ان هم نلاقي اي مواصله تقبل ان هي تاخد الفلوس مننا في مصر. بس لقينا بقى ايه ميكروباص كده حالته على قدها، وبعدين يعني ركبناه ب 80,000 جنيه سوداني يعني فيما يوازي 110 او 120 دولار كده للنفر الواحد، ودي كانت على قد فلوسي بقى. ركبته بقى في الوقت ده كنا لقيت ثلاث بنات في كليه طب، ثالثه طب كلهم، ومع اسره ثانيه. طبعا المعبر كان مليان، سوري انا اسفه، الموقف كان مليان مصريين، يعني الموقف اساسا يعني مش عارف اقول لحضرتك كان في كميه من البشر مهوله، وكله بيزاد، واللي بياخد الاتوبيسات دي اسر اسر، يعني اسره تقول له انا هاخد اتوبيسين ثلاثه، وهاخد التذكره ب 500 ب 500,000، هاخد التذكره ب 100,000، هاخد التذكره مش عارفه بكام الف، فخلاص صاحب الاتوبيس شايف اللي بيزايد. طيب ركبتوا بقى الاتوبيس ده؟ لا ركبنا بقى الميكروباص ده ثالث يوم، يعني احنا قعدنا في الموقف يومين مع اللي هم بقى البنت الثلاث بنات والاسره الثانيه اللي انضمت لينا، وجمعنا فلوسنا على بعضها علشان اللي معاه يدي لي اللي ما معهوش، وفي كمان اسره سودانيه ركبت معانا في نفس الايه في نفس الميكروباص الصغنن ده. الطريق بقى مدته قد ايه يا مدام امان؟ هنا بقى وتاتي لك حضرتك، يعني عايزه اقول لك اني بمجرد ان احنا خرجنا ابتدى الاعطال بقى، وكمان كان ابني اتواصل في الوقت ده، كان اخر وقت فيه نت اتواصل فيه مع الهلال الاحمر بحالتنا والسفاره المصريه خلاص. وطبعا هم كانوا للاسف الشديد مش قادرين يتوصلوا لينا لان الموبايلات فصلت شحن طبعا، فما كانش فيه لا نت ولا كان فيه. ده انتوا عملتوا ده مش بقى ركبنا بقى قعدنا اربع ايام في الطريق في الصحراء، اربع ايام بالميكروباص في الميكروباص ده بدون معاكوا اكل وشرب؟ بدون اكل والله العظيم، ما كان معانا لقمه والله، كمان ما كان معانا لقمه. اربع ايام من غير أربع اكل، عاملين زي الضفادع بناكل ميه بس والله العظيم. انتوا والبنات المصريات والاسره الثانيه والاسره السودانيه، والاسره الثانيه والاسره السودانيه كمان. وبعدين يعني جينا بقى في رابع يوم كنا وصلنا لحته اسمها دومي البكري، الحته دي بصراحه الناس هناك استقبلونا فيها يعني شكرا ليهم جدا،
يستقبلونا فينا احسن استقبال، ناس اسره سودانيه، وهي اللي قررت ان هي تدينا ميكروباص من عندها او تاجر لنا ميكروباص من عندها يوصلنا لاقرب نقطه. كنا في الوقت ده بقى ابتدت الحكومه المصريه تلاقي اماكن اجلاء اخرى للمصريين، اللي هي كانت دنجله المطار واللي هو سيدنا، تمام كده؟ تمام. فطبعا احنا عرفنا في الوقت ده ان كانت دي البلد الوحيده اللي ابتدى يشتغل فيها النت بقى. فاتواصل علي مع الهلال الاحمر، فوجئنا ان الرئاسه كانت متابعه حالتنا والله من ساعه ما خرجنا. من ساعه ما الهلال الاحمر بلغها. الرئاسه كانت متابعانا ووجهت وكلفت السيد معالي وزير النقل مشكورا بان هو يحل المشكله دي. وهو بالتبعيه كلف المهندس سيد متولي ومع تقريبا الاستاذ محمد حسين حلاوه، ودول بقى تواصلوا مع ابطال الاسفلت بقى. دول ابطال الاسفلت، ما ينفعش يتقال عليهم سواقين تريلات بجد. دول ابطال يعني. ابطال الاسفلت دول بقى اخذونا دخلوا 45 كيلو جوه دنجل علشان ياخدونا في وسط ما كانت يعني ممكن العربيات تتعرض للضرب، ممكن هم يتعرضوا لاي حاجه ممكن حضرتك تتخيليها، بس هم ما رضوش يسيبونا لما عرفوا عددنا وعرفوا ان في ستات وفي اطفال معانا. دول سواقين النقل اللي جايين لك من مصر؟ اه لا، دول كانوا في قلب السودان، دول تبع وزاره النقل. وزاره النقل المصريه؟ كانوا عايشين في السودان اصلا. وقدروا يخرجوا من الخرطوم لغايه لما عدوا دنجله. انا كان بيني وبين دنجله دي 90 كيلو. ف 90 كيلو لحضرتك يعني داخله في ساعتين زمن. بالعربيه لو ماشيه كمان على طول. بالعربيات دي اه طبعا. فطبعا ان هم يخشوا لنا تاني يرجعوا تاني 45 كيلو بعد ما عدوا كل بقى الضرب وكل الحاجات دي. ف يعني كانت بصراحه معجزه، وكانت بطوله منهم فعليا ان هم يعدوا الضرب ده كله. بجد يعني فهم لما وصلتي بقى فين؟ معبر ايه؟ وصلتوا معبر ايه؟ اه بقى حضرتك بقى بمجرد ان احنا وصلنا المعبر، لا مش المعبر، بره المعبر السوداني، قعدنا يومين اثنين. من اولا الزحام بتاع الباصات اللي يعني داخله 400 كيلو ورا، وخناقات وضرب نار، وكانت مهزله بكل المقاييس. وعايز اقول لحضرتك ان كانت الجاليات اللي ممكن حضرتك تتخيلها كلها موجوده، التركيه، الباكستانيه، الصينيه، اليابانيه، حتى القنصل اليوناني بنفسه احنا قابلناه في المعبر المصري. اه وصلتوا بقى المعبر المصري لحظه؟ لا، كان قبل المعبر، ده المعبر السوداني. اه ده المعبر السوداني اللي كان فيه المشكلات. اه كان دي بقى المشكله بقى. دخلتي بقى؟ اتفضلي. كانت يعني مأساة بايه بقى؟ ان احنا اتختمت لنا الجوازات وما عرفناش نعدي. واساسا كان كل المشكله والتعجيز ان الناس تعدي كمان كان من المعبر السوداني، ان هو ما كانش شغال غير 6 ساعات بس في اليوم، وهم لازم ولازم يختموا لكم جوازات في عز الحرب. احنا خدمنا الحمد لله، لكن هم ما كانوش عايزين يعدوا التريلات، يعني فضلنا مع التريلات على اساس ان هم يعدونا مثلا. طيب ودخلتوا بقى، قولوا لي لحظه وصولكم تراب مصر، دي لحظه الامان الكبرى بعد كام يوم قعدتوا في الصحراء؟ يعني بعد ما عدينا على رجلينا الحدود وتعبنا وكان الموضوع كله صعب، يعني اول ما وصلنا البوابه المصريه طبعا العساكر والضباط والهلال الاحمر كله استقبلونا يعني بحفاوه طبعا، وعصير وميه وبسكوت وانا الواحد كان هيعيط صراحه، كان ساعتها من كتر الفرحه يعني. طب مدام اماني، حسيتي بايه بعد كل كام يوم انت على الطريق بالعيال؟ 9 ايام. 9 ايام على الطريق، اول ما وصلتي حسيتي بايه؟ يعني مش عارفه اقول لحضرتك حسيت بايه. ده انا يعني سجدت ربنا سبحانه وتعالى شكرا اساسا. انا فضلت اعيط، يعني لو حضرتك تواصلتي مع اي حد في المعبر هيقول لك اللي هم المصريين دخلوا كانوا بيعيطوا قد ايه، يعني كنا بنعيط فعليا، ما كناش مصدقين. عمار يا مصر بنتنطط من فرحه يعني. عمار يا مصر وصلنا اخيرا ارضنا. عايزه اقول لحضرتك ان احنا اساسا طبعا الحمد لله وشكرا، كان المعبر المصري الاجراءات بتاعته كانت سهله جدا. وعدينا طبعا. عايزه اقول لحضرتك الحاجات البسيطه اللي ممكن اي حد يشوفها، نفس الميه، ازازه العصير، باكل بسكوت لحضرتك ممكن او اي حد يشوفه بسيط، ده كان بالنسبه لنا يعني حلم حياه. انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا قعدنا فتره 9 ايام دي، معانا كان معانا كولمون كده، فكنا مالينه ميه من بير في الصحراء يعني. وبعدين لما وصلنا المعبر السوداني بره كده بيبيعوا ثلج وحاجات، فحطينا فيه ثلج يعني عارفه يعني كنا بنحاول نتاقلم بشتى الطرق يعني.
وطبعا الحمد عايزه اقول لله. لحضرتك الاسره الثانيه اللي كانت معايا كان معاها بنت عندها سنه ونص، ما فيش اللبن حبيبتي بتاعها خلص، ما كانش حبيبتي فيه لبن، ووالدتها ما كانتش بترضعها، كنا بنحاول نديها اي حاجه، ما فيش معانا غير الميه ليها، والبنت كانت بتصرخ بقى ال9 ايام دي. لا اله الا الله، الحمد اقسم لله بالله على سلامتك، الحمد الحمد لله لله على الحمد سلامة لله الحمد ولادك، الحمد لله. لله على سلامة كل الله الأسر يسلمك المصرية يا رب، الله اللي يسلمك. وصلت وكل السودانيين اللي وصلوا أيضا، الحمد لله على سلامتكم. والله الله في حاجات يسلمك. صغيرة زي ما أنت بتقولي بنفتكرها عادي، لكن كفاية الإحساس بالأمان في بلدنا، كفاية. دي كانت حياه بالنسبه لنا. انا عايزه اقول صحيح لحضرتك الميه دي كنا مثلا قاعدين بقالنا اكتر من 13 ساعه من غير ميه، فانت مش كارثة متخيله بقى ان كارثة ازازه الميه دي كانت بالنسبه لنا ايه. حياة. شكرا مدام أماني، وشكرا يا علي. معانا أشرف بيومي، سواق النقل، واحد من السواقين اللي هي كانت بتقول عليهم مدام أماني يعني ملوك الأسفلت، أنتوا اللي أنقذتوهم وأبطال الأسفلت. يا أشرف مساء الخير، أولا بشكرك طبعا، لكن قول لي أنتوا بتشتغلوا فين، أنت أصلا منين، من أسوان ولا منين، وإيه القصة؟ أنا من محافظة البحيرة، مركز ومدينة أبو المطامير بحيرة. ايه اللي شغل وداك بقى، انت كنت بتشتغل في السودان ولا انتوا رحتوا عشان تنقذوا الناس ولا ايه؟ لا يا فندم، احنا شغالين على خط السودان بين مصر وبين دولة السودان، شغالين متتاليين على الخط، يعني شغالين في نقل البضائع لدولة السودان من مواد غذائية ومن أجهزة كهربائية ومن مواد بناء ومن مواد صناعية ومن أجهزة كهربائية طب ومن قول لي بضائع. بقى، وقت الحرب، وقت الحرب بقى حصل ايه؟ هل مثلا انتوا كنتوا بتنقلوا ناس ولا عملتوا دوركم ايه؟ كان وقت الحرب في اجلاء انكم تساعدوا الناس؟ احنا ساعتها حضرتك كنا محملين دقيق وكنا واقفين في مشاكل ساعتها. احنا من اول الحرب قامت علينا في السودان احنا متحركين جمرك المصري قبل الحرب بيومين، لما قربنا الدخول للخرطوم لقينا ضرب النار شغال. طبعا وقفنا في مكان لغايه نشوفهم وضعنا الرسم هيكون ايه، وطبعا الحمد لله ربنا فدانا ونجانا. كان مشاكل مع بعض الناس هناك و ضرب النار اشتغل علينا، فالحمد لله يعني احنا ربنا نجانا ورجعنا لورا في حوالي 200 كيلو كده لغايه ما وصلنا مدينه دونجولا. خدتوا الاسر دي. اشرف، طب انتوا كنتوا اوريدي عديتوا دونجولا، ايه اللي خلاك ترجع تاني تاخد العائلات دي، رغم ان انت يعني اللي بتعديه وبتقطعه تبقى عايز تجري عشان يعني ما ترجعش للضرب تاني؟ انا حضرتك رجعت نزلت البضاعه اللي انا محملها في مكان امان، وتواصل معايا استاذ محمد حسين حلاوه وباشمهندس الدكتور سيد متولي، اتواصلوا معايا على الواتساب وعلى المكالمات الدوليه وخدوا الرقم السوداني بتاعي اللي موجود معايا، وخلى بعض الاسر كلمتني. وقفت بقيت ليله في مدينه دونجوله لغايه ما نستنى الاسر اللي جات لي ديت، من ضمنهم الست ام علي يعني حياها الله ربنا يكرمها ويسترها معاها ومع اولادها ان شاء الله. استنيت خدتها وخدت اسره كمان معايا من المحله الكبرى، واحد والمدام بتاعته برضه واطفاله، وما سبتهمش لغايه ما جبتهم. يعني احنا كنا في وقت الحرب وعدم الامان، بس رغم كده كنت مستنيهم، يعني هم اهلي يعني. والله العظيم انت جدع يا اشرف. قول لي اصعب لحظه عدت عليك يا اشرف كانت ايه؟ اخطر لحظه. اصعب لحظه انا دخل عليا 300 عربيه راند كلوزر انا و20 سواق معايا، وبهدلونا بهدله جامده وقالوا تشاهدوا. يعني دي كانت اصعب لحظه، ضرب النار كان شغال فوقينا وتحت رجلينا، هي دي يعني اللحظه صراحه يعني الواحد شاهد فيها يعني. بس الحمد لله جه الطيران انقذنا من مكان اسمه الملتقى، جه الطيران انقذنا، والطيران كان اول ما قرب علينا ولقى ان في عربات مصريه واقفين تحت منه التزم بضرب النار وكان بيضرب بحرص لغايه لما احنا اتحركنا عشان نساعد الطيران من العالم اللي كانوا يا سلام يتمكنوا منه. يا سلام.
شكرا يا اشرف، وبحييك وبشكرك. يعني انتوا فعلا، انت وزمايلك ابطال الاسفلت زي ما اماني قالت، ومحمد حلاوه هو نائب رئيس مجلس اداره عمال النقل البري باسكندريه، يعني ده ما بين وزاره النقل المصريه وجهاز النقل البري بوزاره النقل والاجهزه المعنيه وبين السواقين دول. بنشكر وزاره النقل، بنشكر السيد الوزير، بنشكر كل الناس والرئاسه طبعا اللي كانت متابعه كل ده، وعمال النقل الجدعان جدا اللي كانوا حطوا أرواحهم على أكفهم ورجعوا عشان ياخدوا الأسر المصرية دي والأسر السودانية أيضا. بنفتكر إن حاجات كتيرة بنعيشها مسلمات، إنك تمشي في الشارع، إنك تاكل، إنك تشرب، إنك تعيش في أمان، لكن لما بتشوف هذه الأوضاع بتحمد ربنا دايما على الأمان وعلى مصر وعلى حضنها وعلى أمانها وعلى كل حاجة.